المستلزمات المدرسية وشراء كل ما يهم الطفل من مستلزمات مدرسية بنستعد بيها للدراسة لاستقبال أول يوم دراسي. بالتأكيد التأهيل النفسي والتأهيل المعنوي ده أمر مهم وضروري جدا. إزاي نأهل طفلنا نفسيا ومعنويا؟ واسمحوا لنا نبدأها كده من أول حضانة صغرى، حضانة كبرى، من أول أولى ابتدائي، يعني مرحلة مرحلة بنأهل فيها طفلنا لاستقبال مرحلة جديدة. عموما عن تأهيل أطفالنا في العام الدراسي الجديد يسعدنا ويشرفنا وجود الدكتورة إيمان هيكل، أستاذ مساعد علم الاجتماع جامعة الفيوم. أهلا دكتورة إيمان، أهلا بحضرتك معنا، شرفتينا ونورتينا. أهلا بحضرتك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل الطلبة والطلبات بخير وسعادة وعند راسي سعيد إن شاء الله. يا رب. أهلا بحضرتك دكتورة إيمان. يمكن كتير من الأسر يعني بتغلط غلطة بسيطة إن هي بتستعد للدراسة بشراء المستلزمات المدرسية المختلفة، بقى حضرتك عارفة الأقلام والألوان بأشكالها وبأنواعها المختلفة، ولكن الأهم من المستلزمات الدراسية هي التأهيل النفسي والتأهيل المعنوي للأطفال. اسمحي لي نبدأها كده من أول، كمان من قبل المدرسة، إيه رأي حضرتك نبدأها من حضانة صغرى وحضانة كبرى؟ إزاي نأهل طفلنا اللي هو عنده مثلا 4 سنين ونص، إزاي نأهله إن هو هيروح مدرسة بقى وحضانة صغرى في التزام شوية في المواعيد، إزاي نأهله يعني تأهيل بطريقة كده حنينة وطريقة بسيطة ويتحمل المسؤولية؟ تمام يا فندم. هو طبعا بالنسبه لاطفالنا في السن المبكر ده هم محتاجين بالفعل دعم نفسي وتاهيل معنوي لو هم رايحين المدرسه او في كلاس وهكذا. فطبعا نبدا نحن لازم تبقى كده في ثقافه حوار بينه وبين ابني، افهمه ان المدرسه دي كل الايجابيات اللي هي خاصه بالمدرسه، ان المدرسه تعتبر جزء لا يتجزا من حياته فيما بعد، ويعتبر اساس فيما بعد عشان يبدا يكون مستقبله وحياته، ويعتبر بيته الثاني بعد غير بيته اللي هو الاساسي وغير الاسره. تمام. طبعا حضرتك لسه بتقولي من شويه ان هي المستلزمات، طبعا المستلزمات دي ليها دور كبير. انا طبعا اللي هو كطفل صغير فانا اخده معايا ان هو يشتري كل المستلزمات اللي هو محتاجها في حدود امكانيات الماديه. حضرتك عارفه ان الاسره المصريه لحد ما بيكون الجانب الاقتصادي في كل العالم مش بس مصر يعني، ففي اطار او في خضم امكانياتي الماديه اجيب له كل الالتزامات اللي هو محتاجها. أي. اللي هي خاصه بالمدرسه سواء كان في كلاس او مثلا كي جي 1 وهكذا. خليه هو حضرتك يختار بنفسه، خليه يحس اصلا بالمسؤوليه، خليه يحس بوجوده. مثلا على سبيل المثال لو حب مثلا يشتري مثلا شنطه عليها مثلا حاجه خاصه بالحركه الكرتونيه كده، اوكي مفيش اي مشكله، يختار اللي هو عايزه. وزي ما بكرر حضرتك في حدود الامكانيات. طب حضرتك لو اختار حاجه معينه امكانياتي ما تسمحش حاجه زي كده، اوكي احطها في ذهني وفيما بعد ممكن اعملها له نوع من انواع المكافاه، ولكن اجيب له البديل اللي هي تؤدي الغرض وهكذا. كمان من ضمن الحاجات احسسه بقى خلاص احنا داخلين على مرحله جديده، تحمل مسؤوليتك، اللبس بتاعك تحاول ترتبه براحتك باسلوب مهذب مهندم في دولابك، عندك مكتبك ترتبه براحتك كويس. الجدول بتاعك تحاول تنظمه، مفيش داعي ان الام نفسها تبقى تخلي الطفل اتكالي. أيوة. يعني احنا نحاول ان احنا مثلا نربيهم بلاش ندللهم، وفي نفس الوقت بلاش نعنفهم، لا خلينا مثلا نخلي الطفل يبقى هنا ما بيبقاش اتكالي علينا، يعتمد على نفسه لحد ما يخليه يتعود على المسؤوليه، خليه يساعدني كمان في البيت، خليه يساعدني مثلا ان هو خلاص رايح المدرسه، اوكي انت عندك التزام معين، فحاول يرتب مثلا شنطته، مثلا يحط فيها مثلا ساندوتش مثلا او السبلايز اللي هو حاجه هيستخدمها، او البوكس اللي هو يحط فيه مثلا الاكل بطريقه معينه. خليه يعرف هو اماكن حاجاته فين، بحيث ان هو لما يحتاج حاجه يبدا يجيبها من بنفسه. تمام. خليه كمان واحنا في المدرسه برضو عليها دور كبير وعبء كبير مش قليل يعني. اكيد طبعا. يعني مثلا لو بيبي كلاس نلاحظ مثلا ان بعض المدارس سواء كانت حكومي او خاص او انترناشونال اوريدي بيكونوا مجهزين قبلها بفتره مش قليله، مثلا في اللي قبلها بيوم يومين قبل الدراسه، او في كمان في اسبوع بيحاولوا يعملوا مثلا كامب للطفل، او بيحاولوا يؤهلوه كمان ان هو مثلا داخل مدرسه جديد ازاي عنده اصدقاء، ازاي يشوف بعض الانشطه الفنيه الجميله البسيطه دي. بالظبط في اكتيفيتي. طيب. كده هما بيعملوها له. طيب وهكذا. تمام. طيب دكتوره ايمان اسمحي لي اتوقف عند نقطه اتفضل. مهمه قوي، وهي مش عايزه اقول عقاب، ولكن الطفل مثلا بياخد الادوات المدرسيه بتاعته معاه زي ما حضرتك عارفه، كل يوم بتنقص حاجه، نسيت القلم، نسيت الاستيكه، الالوان ضاعت، ازاي انا ااكد على الطفل ان هو يخلي باله من حاجته، ولو الامور متكرره ان هو نوع
نوع من انواع يعني مش عايزه اقول الاهمال برضو لان لسه المرحله دي يعني لسه صغيرين قوي، ازاي برضو انا انبهه ان هو لا يخلي باله من حاجته، ما ينساش حاجه، يحافظ على حاجته على قد ما نقدر. فالعقاب هنا ممكن يكون ازاي، ونلقي الضوء برضو على العقاب في مراحل مختلفه سواء في حضانه صغرى او كبرى. طبعا ده بيختلف عن العقاب في مرحله ابتدائي لانه ابتدائي بيكون كبر شويه. تمام. او بس حضرتك هو انا مش هقول عقاب بمعنى كلمه عقاب لان انا ضد مبدا العقاب للطفل اطلاقا يعني، ولكن هيكون مثلا بصوره التنبيه، نقول التنبيه، نقول تنبيه، نلفت انتباهه لحد ما، لكن ممكن العقاب يكون مرحله متقدمه خصوصا في السن ده. مثلا نسي حاجه بتاعته كلهم زي ما حضرتك بتقولي ان هو هيتناسى، هينسى اكيد حاجه وحاجه وحاجه وهكذا. فانا احاول بقدر الامكان هو عارف هو مثلا الشنطه بتاعته فيها ايه. أيوة. وهو طبعا انبهه مثلا وانت مروح او انت سايب المدرسه خلاص بتبص على الشنطه بتاعتك فيها كل التزاماتك، لو في حاجه ناقصه ايه المانع ان هو ممكن يسال اصحابه، ممكن يكلم مثلا المس وكده او مثلا الناس المسؤولين في المدرسه انه في حاجه ناقصه، بحيث ان هو يكون عنده الحفاظ او الحرص على الحاجه بتاعته مش ينساها. طيب لو اتكرر الموقف تنبيه مره في مره وهكذا. احيانا النسيان ممكن تكون حاجه مرضيه، ففي الحاله دي لا اخلي بالي منها كويس قوي، احاول ممكن يكون جانب نفسي عنده، فهو بالتالي ان هو وهو ماشي بيكون مستعجل يسيب حاجته، مش مهمل لحد ما، في بعض اطفالنا بيكون مهملين نتيجه سلوكيات معينه في البيت، او ان الام مثلا بيكون ايه نتيجه اعتمادها الزائد على نفسها ان هي بتعمل له كل حاجه، فهو مش عارف ايه اللي موجود في شنطته وهكذا. لكن لما الطفل يبقى عارف كل حاجه موجوده في شنطته، ايه اللي موجود معاه، وبالتالي لما هو قبل ما يروح من المدرسه عارف ايه حاجته بالظبط كده، اوريدي خلاص هو مش يعني ايه مش هينسى ان شاء الله طيب في ابتدائي اللي هو شويه كبر، لو نسي حاجة مثلا والحاجة دي كانت مهمة جدا عنده وضاعت لأي سبب، برضو هنا بتختلف الآراء. في أم بتجيبها على طول، بتجيب البديل على طول لأن هو بيحب الحاجة دي ومرتبط بيها في المدرسة وبيستعملها كتير وضاعت منه، فأنا مضطرة أجيب له بدلها، ولا نسيبه شوية يوم اتنين بحيث إن هو يعرف إن قد إيه الحاجة مثلا كانت مهمة بالنسبة له عشان تاني مرة يحافظ عليها. يعني هنا التعامل برضو يبقى إزاي، هي المعادلة ما بين الحرمان والإحساس بالمسؤولية. يعني هو التعامل هنا بيكون نسبي حسب الام وحسب شخصيه الطفل. احيانا بيكون مثلا في طفل مثلا انطوائي ممكن يكون نسي غصب عنه، ممكن في طفل كمان عنيد تمام، هيعند ان هو الحاجه نسيها خلاص اوكي انا مفيش مشكله، لكن لا هنا حسب الموقف وحسب شخصيه الطفل اللي قدامي. طيب بس الفكره في حاجه، اول مره اوكي مفيش اي مشكله خلاص يعني انت نسيتها وهكذا يعني انبهه، ثاني مره لا خلاص بقى انت نسيت حاجه، انت نسيتها المره اللي فاتت، يبقى المره الجايه انت هتشتريها من مصروفك انت، يبقى انت بس برضو مهما كان ما يكونش في عقاب صارم، انت هتجيبها بس من مصروفك، لو انت حاببها او انت عايزها وهي مهمه بالنسبه لك قوي لا خلاص هاتها من مصروفك وهكذا. يعني بقدر الامكان نحاول نحقق المعادله برضو ما بين يعني الاحساس بالمسؤوليه وبين ما يبقاش فيه اهمال. بالظبط. دايما بقول لحضرتك لا للتعنيف، العنف للطفل اطلاقا ابدا. كمان ما فيش داعي ابدا ونقول لاولادنا مثلا عشان انا انت لو عملت كذا هحبك اكتر، لا بلاش الحب المشروط، خلاص انت ابني بكل تفاصيلك، انت نسيت الحاجه ما فيش اي مشكله، انا كده كده اوريدي بحبك، بس انت نسيت حاجه معينه لا انت اللي هتجيبها من مصروفك فيما بعد خلاص. دي جزئيه. الحاجه الثانيه ما فيش داعي مثلا ان احنا مثلا اولادنا ان احنا نوبخهم على اي حاجه ضيعوها، لا خلاص يبقى انت وانت وانت، لا 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 ما فيش داعي لكل الكلام ده خالص يعني. كمان الطفل نفسه وخصوصا هو الصغير في السن معين، اخليه مثلا اللي هو يأقلم نفسه على يتحمل المسؤوليه، يعني مثلا لو عنده طفل اصغر منه نحاول مثلا يساعده شويه، لو مثلا عندي حيوانات اليفه في البيت عصافير قطط وهكذا يتحمل المسؤوليه شويه. أيوه. فتحمل المسؤوليه هيخليه حاجته مش هتضيع منه فيما بعد يعني. صحيح صحيح. طيب نقطة تانية دكتورة، في نقطتين الحقيقة مهمين عايزين نلقي الضوء عليهم سريعا عشان وقتنا. الانتقال من ابتدائي لإعدادي بقى، يعني إعدادي هنا اللي هو بيبدأ مثلا 12 سنة 13 سنة، فهي برضو مرحلة بداية المراهقة، دي مرحلة حساسة شوية وصعبة. هو خلاص خلصنا مرحلة ابتدائي وهنروح مرحلة أكبر، بنفهمه ما أنت هتكبر أكتر، أنت هتكون متحمل المسؤولية أكتر، هتعتمد على نفسك أكتر، برضو إيه التأهيل النفسي والمعنوي للطالب في هذه المرحلة؟ احنا نخلي بالنا كويس قوي من فتره الانتقاليه من مرحله الابتدائي لمرحله اعدادي، هنا فتره المراهقه. أيوة. فتره طبعا في تغيرات في الجسم، في تغيرات فسيولوجيه وتغيرات نفسيه وهكذا. في كمان في هنا الطفل، مش هنقول طفل بقى خلاص يعني. أيوة. ان هيبقى هو مرحله المراهقه، المراهق هنا هيبدا لا خلاص يبقى هو عايز مثلا نوع من انواع العناد. أيوة. ان هو يعتمد على نفسه. هيقول انا ليا شخصيتي المستقله. أيوة. هيبقى عنده عامل التقليد. تمام. ممكن يكون التقليد الاعمى خلاص. وتبقى مرحله معتمده اعتماد كلي على المرحله اللي قبلها. لو
انا ربيت طفلي من بدايه خالص ان هو على الامور الصحيحه وعلى يعني القيم تمام وعلى عادات كويسه، فنلاحظ هو تلقائي هتبقى كل الحاجات دي كلها راسخه في ذهنه. طيب لو في مثلا لو انا سبت ابني بقى يعني مع اصحابه فقط لا غير، وما اهتمتش مثلا بمين مين مثلا اصحابه او عرفتهم، او هو ماشي مع يعني الشباب او الاولاد الاصدقاء لا احاول بقدر الامكان اركز في الجزئيه دي، احاول اكون قريبه من ابني بقدر الامكان. يا ريت يكون عندنا ثقافه الحوار، نخلي الابن نفسه قوي قوي هو صحيح. يتكلم معانا باستمرار، خليه يتكلم باستمرار، خليه يحكي ايه اللي حصل معاه في اليوم، يوم الدراسي حصل ايه وايه، خليه يحكي عن مشاكله، خليه يحكي عن الحاجات اللي هو غلط فيها، خليه يحكي عن كل حاجه حصلت معاه. ومن هنا طبعا طالما هو بيحكي لي خلاص انا هبدا اشوف هنا نقاط ضعفه، وهتنشأ علاقه من الصداقه الجميله بين الام وطفلها. طيب اسمحي لي يا دكتوره اخر سؤال، جروب الماميز بقى وحضرتك عارفه الجروبات اللي بيبقى فيها عدد كبير من الامهات، كل واحده بتقول رايها وكل يعني ده اعتقد ممكن يكون ليه ايجابيات وسلبيات، برضو قولوا لنا ايه ايجابياته وايه سلبياته، ونحاول ان احنا برضو مع احترامي لكل الامهات، طبعا عارفه كل ام بتخاف قد ايه على ابنها وعايزه ابنها يبقى من المتفوقين، ولكن في بعض الاراء بيبقى فيها مبالغه شويه يعني، فجروب الماميز ده راي حضرتك ايه فيه؟ والله بصي حضرتك جروب الماميز على قد ما ليه سلبيات ليه ايجابيات، خلينا ابدا بالايجابيات الاول. تمام. في بعض طبعا الامهات بيكون طبعا مثقفات، بيكون قاريين كويس، عندهم وعي كافي ازاي يعملوا في التنشئه الاجتماعيه والتربيه لاولادهم، وبالتالي فهم بيحكوا مواقفهم، بيحكوا حكايات قصصهم مع اولادهم وبينزلوها على الجروبس، فكده تمام مفيش اي مشكله. تمام. لكن هنا بقى في اما الجانب السلبي تمام بيبقى في نوع بقى طبعا هنا من انواع المنافسه اللي مثلا لا انا ابني وصل جبت درجات قد ايه، انا جبت لابني السبلايز بمبلغ وقدره، انا ابني مش بخليه يعمل حاجه، انا بعمل له كل حاجه، انا صحيح. ابني بوفر له كل الامور وهكذا. فهنا للاسف يعني نحاول بقدر الامكان ناخد ايجابيات ونبتعد عن سلبيات. وعموما جروب المامز ده محتاج برضو نتكلم عنه بتفصيل اكتر، لان الامهات هم اكتر ناس يعني بيبقوا مهتمين باولادهم في موضوع العمليه التعليميه ده. شكرا لحضرتك جدا دكتوره ايمان، شرفتينا ونورتينا، واكيد هيكون لينا لقاءات قادمه باذن الله. اهلا بحضرتك، كل شكرا لحضرتك. طيب. وحضرتك طيبه. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل ولكن هنرجع مره ثانيه، والفقرات القادمه فقرات جميله جدا قيمه وهادفه هنشوفها مع حضراتكم من خلال برنامجنا طعم البيوت مع زميلتي عبير.